يعني شو بدي خبرك؟ بسبب مزود وصلنا لمطرح مثل ما نكون شايفين مطعم نسكر. هذا المطعم تقريبا من قبل ما نسكر بحوالي اسبوع لورا او 8 ايام لورا كان فل، كان التلفونات ما بتوقف. ما كنا متخيلين ابدا 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 نوصل لمطرح انه من بعد ما كافحنا الكورونا وكافحنا الازمة الاقتصادية وكافحنا الانفجار نوصل لمطرح انه بدنا نكافح حزمة مزود. الازمة بلشت بس بلش المزود يخف وصار في سوق سوداء والعالم بدها تبلش تأنن. هذا انعكس على شارع مانمخايل وجميزة بشكل كبير، لانه كل مطاعمنا ما حدا عنده جنريتر لإله، ما حدا عنده مولدات لإله، كلهم من وراء العالم الموجودين، يعني اصحاب المطارات. من قبل كنا ندفع بحدود المليونين ونص من سنه لورا اشتراك موتور لثلاثة مليون ليره، هلا عم ندفع بحدود 30 ل 40 مليون ليره اشتراك موتور بالشهر. يعني بعطيك فكره بسيطه، انا صار بدي بالنهار تقريبا بين 5 و 7 مليون حق مزود كل يوم، يعني عم نحكي بالشهر فوق ال 200 مليون ليره حق مزود. اي مطعم او اي مؤسسة بتقدر تتحمل تدفع 200 مليون ليرة بالشهر حق مزود؟ منشان هيك خدنا قرار نحترم زبوناتنا، ما نطعميهم اكل مسمم، لانه بالنتيجة اليوم اذا بيطفي لك الموتور 10 و 12 ساعة بالنهار بطل فيك تدور براداتك، انت صرت عم تطعم الناس اكل محطوط ببراد مطفي لمدة 10 12 ساعة. اوكي بتفتح انت بشوفوك زبونات عندك كهرباء وعشية ما عندك كهرباء، طب شو يعني مضحك على زبوناتي؟ في كثير عالم عم بيعملوا كانسليشن وعم بيجوا على المطاعم بيقول لك انا ما عندي بنزين لاجي لعندك، فاثرت بشكل كبير علينا اخر فتره. اول شيء كانوا عم يشتغلوا البحوره والمحلات اكثر، هلا اثر عليهم زياده. انا اخذت قرار ومثل كل المطاعم، في كثير مطاعم مثلنا اخذين قرار انه اذا ما انحلت الازمه وما عرفنا وين رايحين وما عرفنا شو السعر اللي ندفعه للمزود بالضبط، وعندنا مينيموم ساعات تغذية 18 ساعة ل 20 ساعة بالنهار، ما رح نقدر نفتح. يعني إذا بتلاحظوا شو حاطط أنا هون هلأ، هي عن جد فعلياً طفينا مؤسساتنا لنضوي بيوت الزعمة، لأنه شي ببكي. طب في بيت زعيم أو بيت رئيس أو بيت كذا أو بيت وزير أو بيت سياسي أو بيت نائب مطفي؟ مستحيل مستحيل. وإذا بتلاحظ شو حطيت تاريخ أنا هون، 4 آب 2020 هو الانفجار اللي هو خليني سكر المطعم. تاني مرة سكرت المطعم ب14 آب، ولو بقيت أزمة المازوت مش موجودة، لو بقينا مستريين فتحين، أنا بأكد أنه كنا بقينا عم نشتغل لآخر عام، لأنه حتى المغتربين اللبنانيين قربوا سفراتهم وسافروا عبكير، لأنه لا هن كمان لا عندهم بنزين ليعبوا يروحوا ويجوا، ولا عم بلاقوا دواء ولا عم بلاقوا بنزين، وعم بروح مع مطاعم ما في مطاعم، نص مطاعم سكر. حتى المغترب اللبناني حمل حاله قرب سفرته وفقل.